انا علاء راشد، سنه اولى حاسبات ومعلومات حلوان. انا دخلت الكليه، عرفت يعني ايه فريلانس، عرفت يعني ايه عمل حر، ازاي اشتغل من على النت، ازاي اجيب فلوس من على النت. بيجي لي مشاريع كتير، اتعلمت مجالات كتير جدا باقل مجهود، بقيت اكسب 50 دولار و100 دولار و200 دولار في اليوم. الكليه عندنا كلها بتشتغل في الفريلانس، نص الكليه عندنا جرافيك ديزاينرز، احنا بنعمل مشاريع كتير جدا وبنعمل شغل كتير جدا، مش فاضيين ان احنا نعمل اي حاجه، مش فاضي احلق، مش فاضي اشرب، مش فاضي انام، مش فاضي اكل سندوتشات يا حاجه. يا اختي يا اختي يا اختي، بينا يا جنيه دولارات يا اختي. طبعا زي ما انتم شايفين كده مغرقهم دولارات في البيت، الاكل اتحط قدامي مش فاضي اكل. بس لو اي حد من طلبه سنه اولى محتاج اي حاجه، اي مساعده، ما يكلمنيش، انا وقتي بفلوس.